بالنسبه كابتن كابتن فتحي، بمناسبه سعد سمير النهارده، سعد سمير عمل العمليه الحمد لله الصبح. كابتن سيد عبد الحفيظ، نعم الف مبروك. كابتن سيد عبد الحفيظ اطمن عليه، يعني كلنا حتى استغربنا قلنا هو سعد لحق يسافر؟ هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده النادي الاهلي، دايما تلاقوه مع اولاده في كل حاجه، ما عندناش اي مشكله. سعد اتصاب هيقعد 7 8 شهور، ما عندناش اي مشكله. النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يقف مع سعد لغايه لما يرجع ويبقى احسن من الاول كمان، خصوصا ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي. وبالتالي النهارده سعد سمير كان موجود الصبح في، او يعني بقى له يومين في المانيا، وعمل العمليه. بيطمن عليه كابتن سعد عبد الحفيظ اولا باول، وان شاء الله ان شاء الله انا برضو هطمنكم عليه خلال الفتره القادمه كتير، لان سعد سمير واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي. ان شاء الله يرجع بالسلامه ويبقى افضل من الاول كمان. اتفضل يا كابتن فتحي.